المنهجية هي شيء جميل ولكنها بتأخذ وقت طويل، استهلاكها للوقت وصعوبة يعني صعوبتها هي في البداية وفي الإنشاء وفي صيانة أو محافظة على الاستقرار، تكون هي فيها صعوبة، تأخذ وقت طويل، زي السفينة الكبيرة اللي عشان تنبني بتاخذ وقت، وعشان تتصلح برضو بتاخذ وقت، وعشان تاخذ اتجاه او مثلا تاخذ رحلة برضو بتاخذ وقت، لكن استيعابها ضخم. تمام؟ ففي بعض الاحيان المطلوب مش شيء ضخم والوقت ما يسعف، فلابد يكون في بدائل بسيطة خفيفة سريعة وتكون أكثر جدوى في بعض الحالات، زي ما في الملاحة في سفن للبضائع وسفن للركاب وقوارب صغيرة، يوجد أيضا برضو في مجال المجالات الأخرى والمجال التقني أيضا مجال للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر. بقوة المنتج، رواج المؤسسات اللي بتفتح في نفس المجال، انتظامها مع بعض في تقديم نفس الخدمة بنفس الشكل بنفس الاتجاه، أمثلتها البقالة، المطاعم الشعبية إلى آخره، في اتجاه آخر المراكز التجارية أو محلات الجوال مثلا، أو هذه أشياء ثوابت ماشية بطريقة معينة وبنظام متعارف، مرتبطة برضو بشركات التمويل لها، عفوا شركات التموين والمؤسسات المرتبطة بها. تمام؟ في كل هذول في كوادر. الملاحظ هو أنا من تجربتي، يعني دخلت برضو في السوق، يعني أحاول برضو إن أنا أفهم إيش الصعوبات ككوادر فنية يواجهوها. وجدت انه حتى في المجال التقني نفس التحدي موجود، انه كلما كانت المؤسسة اصغر كل ما كان المتطلبات الفنية والضغط المهني اعلى، بمعنى انه الشخص كل ما كان يعني لما تيجي تقارن فنيا مين الافضل، الشخص اللي يعمل في مؤسسة صغيرة أو الشخص اللي يعمل في شركة كبيرة، فنيا الشخص اللي يعمل في مؤسسة صغيرة من ناحية الإمكانية أعلى أقوى، بينما الشخص اللي يعمل في الشركة اللي تكون أكبر هو أكثر استقرارا، أكثر نقول أكثر دراية، ولكن أقل خبرة فنية، لأنه احتكاكه بالتقنيات الجديدة، احتكاكه بالطلبات الأصعب، و أو الاحتدام المباشر مع العميل هذا غير موجود. تمام؟ ودي في كل الصناعات، والتقنية ليست يعني مختلفة عن هذا الموضوع. فتجد مثلا في مجالات اللي هي البسيطة، تجد مثلا في السيارات، تجد الشخص اللي هو عنده جراج يصلح سيارات بنفسه مختلف عن الصيانة حق الوكالة. الشخص اللي موجود في صيانة الوكالة صعب ان هو يفتح جراج بالنسبة له، لانه ما عنده الامكانية الادارية ولا عنده امكانية ادارة المحل، هو شخص فني فقط. تمام؟ والعكس صحيح، الشخص اللي في شركة لأنه
تعود على طريقة معينة في العمل، على صعوبات معينة، إمكانياته أعلى من المكان اللي هو فيه. فممكن هذه النقطة في بعض الأحيان، ممكن مش شرط ولكن بشكل عام نفس الشيء موجود برضو في المجال التقني. في أشخاص موجودين فريلانسرز شغالين بشكل حر، الشغل عندهم أصعب وإمكانياتهم أعلى، تمام. في أشخاص شغالين في مؤسسات قد يكون أنسب له هو يشتغل في مؤسسة، أشخاص آخرين برضو شغالين في شركات ضخمة، تمام. لكن لما نيجي نقيس الإمكانية الفنية، نجد الشخص اللي هو في المناطق الاحتدام يعني الضغط الأعلى، قد يكونون هم الأفضل مهنيا، ولكن الآخرين قد يكونون أفضل في ناحية الـ يعني استقرار الخدمات والدراية المعلوماتية المعرفية، تمام. طيب إيش نستفيد من الكلام هذا؟ نستفيد من الكلام هذا أنه أسرع منتجات تخرج هي تخرج من الأفراد، وأفضلها هي تخرج من المؤسسات، وأكثرها استقرارا تخرج لما تكون في منظومة متكاملة من التعليم وإلى آخره تنظيم حول هذا المنتج. فدي ثلاثة مراحل. في المرحلة الأولى دائما الإمكانيات الفنية موجودة، ولكن الإمكانيات المادية وإمكانيات الأدوات في الغالب لا تكون موجودة، لأنه الغالب يكون يا إما طلاب يا إما خريجين يعني حديثي التخرج، تمام. غياب إنه في أماكن يعني في 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 مجال البزنس في حاضنات أعمال، زي في حاضنات أعمال زي فلاتسك سلاب، في زي قطوف، في زي يعني ممكن في أكثر من واحدة، أنا بس هذه اللي أذكرهم. وفي برضو حاضنات أعمال، هذه الحاضنات اللي ذكرتها أنا هي حاضنات منبعها ناس شغالين في البزنس، منطلقها بزنس، كويس. وفي حاضنات أعمال أخرى منطلقها هو ناس كانوا متخصصين في التسويق، البحث يعني، زي عرب نت تقريبا، هي الاسم صحيح عرب نت. عرب نت صاحبها شخص مسوق، وطريقة عملهم في ودخولهم في المجال التقني هو بزنس. اللي مش موجود في المجال التقني هو حاضنة المواهب أو حاضنة الأفكار والمشاريع اللي توفر للشخص الأدوات، توفر له المكان و الحوافز اللي تتيح له انه هو يخوض تجربة انتاج او تطوير مشروع او نموذج، بس لحد هذه المرحلة، تمام. قد تكون هذه بالتعاون مع المؤسسات القائمة، قد تكون بالتعاون مع الجامعات، قد تكون بالتعاون مع اي قطاعات اخرى، تمام. ولكن الهدف منها هو توفير الإمكانيات لإتاحة الفرص للأشخاص إن هم يخرجوا بخدمات ومنتجات، قد يعني المنتج هذا قد يتم تبنيه من مؤسسة ولاحقا إن هو يخرج بشكل أكبر ويتسع في السوق، تمام. تبني هذه المنتجات يكون عبر الحاضنات الأخرى، الحاضنات الأخرى اللي هي هدفها تأسيس مؤسسات زي فلاتسكس لاب، وبعدين بعدها الحاضنات الأخرى اللي هي هدفها تسويق، إنه هي تأخذ المنتج اللي تم احتضانه من حاضنة بيزنس، وبعد كده يتم احتضانه من حاضنة تسويقية لتوسعه على مستوى المحلي وعلى مستوى المنطقة، تمام. هذه الثلاثة الأماكن ليها مجتمعاتها، ليها ناسها المختلفين. فالحاضنات اللي هي لها علاقة
في يعني الصناعة هي تعتمد على الناس الفنيين، وهذول مجتمع مختلف. الحاضنات اللي بتستهدف إنشاء المؤسسات والشركات هي تعتمد أو تستهدف المجتمعات، مجتمعات أصحاب الأموال وأصحاب المؤسسات، تمام؟ وهذول اجتماعيا وثقافيا برضو مختلفين، تمام؟ الحاضنات اللي بتستهدف التسويق للمؤسسات اللي تتبنى منتجات موجودة، هذه حاضنات برضو فيها مجتمعها وناسها المختلفين عن واحد واثنين، تمام؟ فالتكامل بين الثلاثة والمحيط الموجود سواء كان من الجامعات والمؤسسات المختصة في ونقدم الخدمة للمجال، ترعى وتتبنى المبادرات والجوائز والمسابقات تكون موجودة، هذا كله بيعزز حركة السوق الداخلي ونموه بشكل أفضل ويعني أفضل وملموس للجميع، لأنه وجود منتجات مستقرة أكثر، وجود مناجية متسعة لفرص أكثر للمنتجات تتبنى، يتم تبنيها عبر مؤسسات، هذا حيصير يلعب دور أسرع من الانتظار للحلول الشاملة. بتكون الحلول الصغيرة هي بتغطي، أو الأنشطة الصغيرة هذه هي بتغطي الاحتياجات البسيطة، واللي هي بدورها قد تنمو وتكبر تصير احتياجات أو متطلبات أساسية، تمام؟ فهذا الاتجاهين، اتجاه المنهجية وتنظيم المؤسسي الكبير، إلى جانب اللي هو إتاحة الفرص للمشاريع والكوادر الفردية أو حتى على مستوى الفرق ما تتجاوز الثلاثة لخمسة أشخاص، تمام؟ يتم تبنيها برضو في النهاية على مؤسسات، ومؤسسات يتم تبنيها وإلى آخره، إلى ما توصل لمستوى أوسع من المستثمرين وناس المهتمين في المجال، تمام؟ آخر شيء أقدر أقوله في هذا الموضوع، المجتمعات الثلاث، مجتمعات الفنيين سواء كان في التقنية أو خارج التقنية، هو الفني فني، تمام؟ مجتمع أصحاب المؤسسات والإداريين داخل وخارج التقنية، ومجتمع التسويق داخل وخارج التقنية، هي مجتمعات منفصلة ولكنها متكاملة، مختلفة في مؤسساتها، مختلفة في اتجاهاتها، ولكنها في النهاية متكاملة. لكل مجتمع من المجتمعات هذه دور منفصل، وأنا أتعمد أسميها مجتمع لأنه الفرد الموجود في الفرد الفني هو موجود في أسرة فنية، في مجتمع فني، لا يمكن في أي حال من الأحوال الفصل ما بين العمل و الحياة الاجتماعية. العمل هو جزء من الحياة الاجتماعية، وهذا كان موجود ومتعارف عليه من فترة، حتى في الكنية والأسماء الموجودة في التاريخ وفي الثقافة. فبيت رجل الدين هو بيت دين، وبيت الحداد هو بيت حداد، بيت المزارع بيت فلاح، كويس؟ لا يمكن الفصل ما بين الحياة الاجتماعية والحياة المهنية، هي واحد،
متكاملة ومتجانسة ولكنها منفصلة عن المجتمعات الأخرى في الخصوص، ولكن في كل العموم هو مجتمع. التعليم اللي يعتمد على المدرسة فقط هو تعليم تلقيني معرفي، ولكن التعليم اللي يغرس الفهم هو تعليم يبدأ من المنزل. الإنسان اللي يعيش في بيت مهنة وينشأ في بيت مهنة ويكون مشاهد للمهنة منذ الصغر لحد ما يوصل مرحلة التعليم، هو إنسان متشبع معلوماتيا ولكن بحاجة إلى تجربة والممارسة. تمام؟ وهذا شيء مشاهد حتى في أبسط المهن. تجد مثلا في بعض الأشخاص، وأنا يعني أصلا هو بياخد ولده معاه للشغل مش عشان يشتغل بس عشان يشاهد. وفي كل المهن البسيطة، سواء كان في مهن التوصيل أو في مهن اللي هو الخدمة، في مهن برضو كمان. يعني أنا مرة شفت واحد سباك ممتاز ولده معاه عشان يشوف هو ايش يسوي. هذه طريقة التعليم هي، صحيح انها تقليدية ولكن هي الاجدر، يعني خصوصا مع الزمن هذا اللي هو بدأ موضوع العمل عن بعد يكون هو السائد والمتعارف عليه في الفترة الجاية، فأفضل من التعليم النظري الموجود. والتعليم حاليا كما هو في الوضع الحالي أكيد حيتغير لغياب لتطور التواصل. تمام؟ أصبح ما في جدوى للحضور في المدارس إلا كون إنه هو روتين وفي جوانب أخرى ما يغطيها التواصل عن بعد، وهي نفس الأسباب اللي الموجودة في العمل. ولكن التركيز هنا إنه يعني الطالب يبدأ هو من سن مبكر ليس كطالب وإنما كشخص يعيش التجربة بكل تفاصيلها. تمام؟ فهو بيعيش في منزل ممارس للمهنة بشكل طبيعي، وينشأ نشأة صاحب المهنة في هذا المجال. تمام؟ وتصبح المهنة بشكل تدريجي مش نتيجة تعليمية ولكن نتيجة طبيعية، زيها زي اللهجة، زيها زي أي شيء تعلمناه هو صعب ولكنه مكتسب. ليه؟ نتيجة الاختلاط والمعيشة في البيئة الموجودة. تمام؟ لذلك الشخص مثلا اللي يعيش في بلد يتحدث اللغة الإنجليزية ما يحتاج يتعلم إنجليزي، لكن إحنا مثلا اللي كنا عايشين في بلدان لا تتحدث اللغة الإنجليزية اضطرينا إن إحنا نخش ونتعلم اللغة الإنجليزية، لأنه هذا الشيء بالنسبة لنا احتياج، يعني متطلب ليس احتياج، ولكن بالنسبة لهم هو شيء طبيعي. فزي ما هي اللغة صعبة وتحتاج وقت، يعني مثلا اللغة العربية الشخص عشان يتعلم اللغة العربية يحتاج يخش تخصص جامعي 5 سنين، لما الشخص اللي عاش في بلد عربي اللغة العربية بالنسبة له مكتسب. تمام؟ فتحول المهنة والتعليم من تعليم إلى مكتسبات، خصوصا في المهنة والممارسة أكثر جدوى وأنفع، خصوصا في ناحية الممارسة العملية.
اللي هي التغيب عن التعليم التقليدي. التعليم التقليدي يديك معلومة، يديك نتائج، ولكن ما في أحداث وما في مقاييس. تمام؟ خصوصا الحدث، انت لما تشوف الحدث قدامك تاخذ درس حقيقي، درس حقيقي مش شيء مكتوب. وهذا الدرس اللي هو ناجم عن حدث صعب انك تنساه، لانه حدث حقيقي. كويس؟ فهذا هو الامل، انه المجال التعليمي يكون، ولكن صحيح انه صعب نوصل للنقطة هذه، ولكن المحاولة والأمل موجود إنه نوصل للمرحلة هذه، واللي هي كانت تعتبر مرحلة مراحل هي تقليدية، ولكن هي أثبتت هي الأجدر والأفضل، واللي لا زالت تمارس الآن في كثير من المهن التقليدية. طيب التعليم التقليدي كيف حيكون؟ كيف حيكون التعليم التقليدي موجود في التقنية؟ هو بكل بساطة هو توفير الأدوات والإمكانيات، تتركهم تعطيهم كيس، تسيبهم يسووا اللي يسووا. قد يكون مستوى غدي، مخرجاتهم سيئة، أهم شيء إنها تعمل. تمام؟ خصوصا الأطفال، اترك الأدوات ليهم ولا تعطيهم أي قانون. يعني خلينا نقول مثلا الكورة، لا تقول لهم ايش الفاول هذا، اديهم الكورة بس وسيبهم وامشي. ليه؟ هم شوف كيف هم حيبتكروا طريقة في ان هم يلعبوا الكورة. ممكن يخترعوا طريقة جديدة، اسلوب مختلف، سيبهم يتعاملوا معها. كذلك برضه في المجال التقني، انك تحلهم تتركهم هم يسووا الحاجة، في تعطيهم الشيء اللي هم يبغوا يتعلموه. تمام؟ والله قالوا نحن نبغى نعرف كيف نسوي فيديو، نبغى نعرف كيف نعمل هذه، نعرف كيف نسوي هذه. هذا في حال هم عندهم النشاط ان هم ياخذوا الخطوات. اذا كان ما بياخذوا الخطوات، فانت تطلب منهم شيء، تعطيهم الادوات، ممكن توريهم تسويها قدامهم مره واحده وتسيبهم تمشي. تمام؟ هذه طريقة أفضل من التلقين والتعليم والتدريس وإلى آخره. تمام؟ وجدواها أحسن، لكنها تأخذ وقت، تأخذ وقت في إن هم بيبحثوا، بيجربوا، بيغلطوا، تعلموا من أغلاطهم. تمام؟ ولكنها حتكون أرسخ، معلومة أرسخ، وتجربة حتكون فريدة، وتكون نتيجة مثابرتهم هم في البحث عن الحلول والتعلم الذاتي الموجود. فهذه الطريقة هتكون أفضل، بس هيكون تحتاج أدوات وإشراف فقط.